وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مدينة العالمين الجديدة هي لكل المصريين، مشيرا إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية لكل الفئات، كما أكد أيضا أن المدينة بخدماتها المتكاملة متوفرة لجميع الشرائح. احنا ما بنعملش مدينة صيفية، احنا بنعمل مدينة هتشتغل طول السنة، مدينة متكاملة. مش عايزين نكرر الخطأ اللي حصل على مدار عقود سابقة، ان كنا بنخصص اراضي الساحل كلها تبقى منتجعات صيفية او قرى يعني سياحية للفئات معينة. لا، احنا بنتكلم على مدينة كاملة فيها كل حاجة، بدءا من المنطقة الصناعية، الخدمات الادارية، التعليمية، الصحية، السكنية، كل حاجة اللي يخلي هذه المدينة زيها زي اي مدينة تشتغل على مدار ال 12 شهر في السنة.